نعرف نشكر الشخص اللي بيعمل معانا حاجه كويسه. طيب لما نيجي بقى نبص على نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي مغرق كل واحد فينا على حده فيها، نعم لا تعد ولا تحصى. في المقابل بقى هل بنحمد؟ هل بنشكر؟ هل بناخد بالنا ان احنا في نعم اساسا، ولا بس بنعرف نبرطم للنواقص في حال وجود نواقص؟ وعلى فكره كلمه نواقص دي بتبقى رؤيه شخصيه، ممكن جدا بتبقى الصوره مكتمله بس احنا اللي حاسين بان في نواقص. شكر الله واجب. عايزين نتكلم عن شكر النعمه في الجزء الاول من حلقتنا النهارده اللي منورنا فيها فضيله الشيخ محمد رضا من كبار علماء الازهر الشريف. يا مساء الخيرات على فضيلتك واهلا بيك معانا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى. اهو نحمد ربنا سبحانه وتعالى، دي بقى محور حديثنا في الجزء الاول ان شاء الله. للاسف الشديد احنا غرقانين في النعم ومش واخدين بالنا من ان احنا غرقانين في النعم، فبالتالي النتيجه الطبيعيه ان احنا لا بنحمد ولا بنشكر. الخلل ده نحله ازاي؟ احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركه العامه في كل موجود، صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وبعد. اولا عمليه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى امر يشبه الفريضة على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى إذن إذا كان الإنسان ليس شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه بتساوي شيء تاني خالص. طبعا. مش عايزين نقوله يعني. خدت بال حضرتك ليه ولا نقوله عشان نتعظ؟ يبقى إذن واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى إذن الإنسان لابد أن يكون شاكرا لربه، ذاكرا له، شاكرا له. الأول أذكره وما أذكره، يبقى من ضمن الذكر وأفضل الذكر شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علي من نعم. ولذلك كل نعمة من النعم تستحق شكر لله سبحانه وتعالى. ودايما كده نقول إيه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم بنعمته الصالحات. الذي بنعمته تتم الصالحات. يبقى إذن الإنسان لابد أن هو يشكر ربنا في أي نعمة من النعم عليه، وسواء كانت نعمة ملموسة أو دفع بلاء. طبعا. خدت بال حضرتك؟ ده يستحق الشكر. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن المقابل للشكر إيه؟ النكران، نكران الاعتراف بالنعمة. أيوه. لله سبحانه وتعالى. علشان كده إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها يا عائشة من لا يشكر الله لا يشكر الناس. هي بتسأله هل يشكر الناس يا رسول الله؟ قال لها يا عائشة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يبقى إذن أنا عشان أعرف، وأنت حضرتك في المقدمة الجميلة بتاعت حضرتك أما تقول إحنا ما حدش بيعمل هنا جميل، يا سلام بتمنى إنه يطلب مني طلب. طيب الجميل ده أو النعمة أو الحاجة اللي هو عملها لي، الخدمة اللي عملها لي قد إيه وتساوي إيه؟ تعال بقى عند نعم ربنا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو جه هنا سؤال يفرض نفسه علينا، طب هل الجوارح وهل النعم اللي ربنا اداها لنا سواء عقل، عينين، لسان، شفتين، سمع، امعاء، كل الاجهزه اللي ربنا اداها لنا ببلاش، دي المصانع اللي شغاله باعلى تقنيات، طيب هل دي لها شكر؟ نعم. سيدنا النبي عرفنا ان احنا عندنا 365 عضو في الجسد، دول كلهم يؤدى شكرها بركعتين في صلاه الضحى. يعني اللي بيصلي ركعتين ضحى بتبقى دي زكاه واعتراف على فضل الله سبحانه وتعالى على نعم الله التي اعطانا اياها. ولا يعلم ولا يعرف قدر النعمه الا الذي يفقدها. طبعا. يعني لو لقينا واحد دلوقتي نظره ممتاز وبعدين جه حصل والعياذ بالله يعني اي حادثه او اي حاجه واصابت العين، يشتري العين بكام؟ السم يشتريه بكام؟ لو هيقول ها بس، ده الستات او الناس الكبار اما يجي يقول ها اللي بيتكلموا بيتضايق ما بالك هو نفسيته بتبقى يعلم بها ربنا. طبعا خدت لحضرتك طبعا. نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة التذوق، الفضل الله سبحانه وتعالى على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية أمين. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى مديها للإنسان، تأدية شكرها إزاي؟ لابد أن يعلم الإنسان أن على هذه النعم عليه في هذه النعم شكر. كذلك من الحاجات المهمة جدا إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ساعة أن يعطيه الله نعمة من النعم عليه أن يشكر الله عليها. طيب شكر النعمة ده بيبقى بإيه؟ زي مثلا رجل أعطاه الله مالا، إذن هو يخرج صدقة. الصدقة ده غير الزكاة. طبعا غير الزكاة طبعا. لما يخرج الصدقة دي اعتراف منه وشكر لله سبحانه وتعالى. يقوم ربنا يعمل له إيه؟ يزيده الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب لو ربنا اداني عطاء ونعمة من النعم، شيء أنا كنت بتمناه، بقول له يا رب نجح لي ابني، يا رب يسر أمري، يا رب اهدي لي زوجتي، يا رب اشفيني من المرض، ولقيت ده تحقق، أو في شيء كان جاي عليا بضرر، ابتلاء أو بلاء، وربنا دفعه عني، على الفور على الإنسان أن يسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. مش محتاجة بقى لا وضوء ولا استقبال قبلة، على طول تسجد شكر لله، دي على طول تعطيك رفعة عند الله سبحانه وتعالى. إذن النعم الذي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياها، الولد نعمة طبعا. المال نعمة، الصحة نعمة، الدين نعمة طبعا. كل شيء وكل عطاء، علشان كده احنا لو قعدنا نعده مش هنعرفه. ليه؟ لأن الذي خلق النعم قال لنا هذا طبعا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى احنا مش هنقدر نحصي يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما علينا إلا أن نعترف بأننا شاكرين لله حامدين لله، فنقول له الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوء. بالظبط يعني. إذن ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إيه؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في ده خير وفي ده خير. فعلمنا إن لما بتصيبني سراء يبقى أنا بشكر الله، تصيب ضراء يبقى الإنسان بيصبر، وده بيكون خير للإنسان اللي ربنا أصابه في أي شيء من الأشياء دي. فإحنا عايزين دايما نعرف إن نعم الله كثيرة، علينا أن نتوجه دائما بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بأداء شكرها بما فيها. يعني أنا لقيت واحد ما عندوش ولد وأنا ربنا مديني، يبقى ما اتكلمش قدامه وما اجرحوش، ولو عايز أي خدمة أعملها له عشان ما يحسش، أو خلي ابني يعملها له عشان هو ما يحسش إن هو ما خلفش. أيوة طبعا. طيب واحد محتاج وحالته تعبانة ومحروج يقول للناس لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم. طيب لو لقيت واحد زي ده وأنا ربنا مديني مال، علي أن أعطيه من هذا المال شكر لله. خلي بال حضرتك يبقى ده شكر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لقيت واحد محتاج يعني مريض وعنده مرض ما وأنا ممكن أساعده فيه، يبقى أنا أساعده عشان ده شكر لله على النعم، على الصحة بتاعتي وعلى صحة أولادي وعلى صحة زوجتي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا عليه على هذا الشكر المزيد. لأن كلما شكر الإنسان ربه زاده من نعمه سبحانه وتعالى. هل يتوجب على المرأة أو على الإنسان أو على المسلم إن هو يذكر نفسه باستمرار بأنه غرقان في نعيم الله؟ ليه؟ لأن احنا في كتير جدا من الأحيان بنتعامل مع النعم دي على اعتبار إن هي من المسلمات. ما أنا طبيعي إن أنا بشوف، وأنا زي غيري بشوف، زي غيري بسمع، زي غيري عندي رجلين وبمشي عليهم. هل لازم الواحد يفكر نفسه باستمرار بأن في نعم هو غرقان فيها تستوجب الشكر؟ جميل، سؤال رائع. يعني شوف حضرتك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هنا إيه؟ قال انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك. ليه؟ لأننا لو نظرت إلى من هو أقل مني أو أسفل مني فهشوف عنده حاجات نواقص موجودة عندي، مكتملة عندي. طبعا. ربنا اداني حاجات مش موجودة عنده، يبقى هنا أعرف إن أنا ربنا اداني نعم لابد أن أشكره عليه. لكن إحنا بنشتغل بالعكس، دايما أبص للي في إيد غيري، أشوف يعني ده ليه ده ما يستحقش، دي مراد ده ازاي بقى الواد دوت متجوز دي، طب واحد راكب عربيه وطلعنا بقى امثال من عيله يدي الحلق للي بلا ودان وما شابه، واحد راكب عربيه بقى ده اهو راكب، اما لو انا مثلا واحد ربنا مديله نعم او مكانه او بقى ده اهو ده ما بفهمش حاجه، ده انا كنت بقى انا ازاي يا عم. لو اعطى الله على قدر الفهم وعلى القيمه التي يقيس الانسان بها ما رزق الله الابله. علشان كده تلاقي انت عندك حق شكرا. اي والله فعلا بتلاقي واحد كده تقول لك ده اهطل ما بعرفش حاجه، ازاي عنده الفلوس دي وعنده الشركه دي وعنده ربنا مديله ده ازاي طب حكم ربنا يا عم انت، يعني انت هتيجي والله صحيح. انظر الى لا، وفي ناس كمان بقى ايه مش بس بتبص على النعم اللي موجوده عند غيرها، وفي بعض الاحيان كمان يعني في ناس ممكن ايه تتمنى لنفسها نفس النعم، وفي ناس ثانيه اللي هو الفئه الرذله من البشر اللي هو ايه يتمنى زوال النعمه من عند الشخص اللي معاه. دي بقى حته الله يرضى عليك ديت سماها العلماء وسيدنا النبي والقران الحسد المذموم والحسد المحمود. الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمه من الغير، والحسد المحمود اما اشوف واحد في نعمه اقوم اقول ايه ربنا يزيده ويوعدني بسم الله ما شاء الله. حتى انت نفسك وانت داخل البيت بتاعك او الفيلا بتاعتك وشايف عربيتك وشايف الخير اللي ربنا مديه لك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. لابد انت حتى نفسك الحاجة بتاعتك قال لك ما يحسد المال الاصحاب. انا كان داخل عندي ضيف في يوم ومع واحد هو ما دخلش عندي خالص ولا يعرفني، لكن هو جاي مع صديقه اللي هو صديقي انا. أيوه. فدخل معايا، اول ما دخل الراجل ما جه بسم الله ما شاء الله، دخل البيت بسم الله ما شاء الله، اتحط الاكل بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم من نعيم الله. انا تمنيت ان ده يكون صديقي ويكون عندي على طول. خدت بال حضرتك ده اسمه الحسد المحمود. أيوه. ان هو ايه الراجل بيتمنى بان ربنا يزيدك ويوعده زيك. أيوة. خدت حضرتك ده اسمه الحسد المذموم. اما اصحاب القلوب المريضه اللي هم بيحسدوا او بيتمنوا زوال النعمه من الغير ده ان شاء الله لن يجد نعمه ولن يجد خير. فاحنا يعني عايزين نتعلم ازاي نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وازاي ان احنا ندعو بالزياده في النعم لمن اعطاه الله هذه النعم. جميل، خلينا بقى نتكلم عن الغيرة المحمودة، فكرة إن إحنا نغير من الشخص اللي إحنا شايفين إن هو مداوم على فعل الخيرات وعلى عمل الباقيات الصالحات. ونفتح مع فضيلتك ملف في منتهى الأهمية، سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة ليه أكتر من شكل، بس اسمحوا لنا في الفقرة دي أو في حلقتنا النهاردة نتكلم عن الشكل ده تحديدا من أشكال سقي الماء، وهي واحدة من أجمل المبادرات اللي بتقوم بيها أو اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة. تابعوا معنا التقرير ده بعد إذنكم، اتفضلوا. احنا كلامنا مع حضراتكم في حلقتنا النهارده هيكون عن محطات معالجه المياه، وبالمناسبه المحطه اللي حضراتكم شفتوها من خلال هذا التقرير هي في شبرابيل، وكانت لغايه وقت قريب جدا هي مضرب الامثال الوحيد من منطلق ان التكنولوجيا المستخدمه فيها والتقنيه المستخدمه في عمليه فلتره الميه واصله لاقصى الدرجات، فلتره بالليزر يا حضرات. ليه بقول لكم بقى الكلام ده كان لغايه وقت قريب؟ لان كمان بقت بتزاحمها، يعني انجاز التعبير مزاحمه، محطه جديده اللي هي الباويطي كمان لقيته برضه يعني تم افتتاحها مؤخرا وبتستخدم فيها نفس التكنولوجيا، مش كده برضه؟ يعني احنا سبحان الله يمكن كانت محطه شبرابيل ديت على اعلى مستوى، واحنا طبعا عملنا في شبرابيل مركز الصنطه، وعملنا طبعا في بيانه البلد الزعيم سعد زغلول، مركز مطوبس محافظه كفر الشيخ، عملنا في قرية الهمة. كل دي محطات. الباويطي افتتحناها من 10 أيام، يمكن كان الجمال والحلاوة اللي موجودة فيها يمكن أنا عرفتها، أما عرفت السر. ليه؟ السر في ده إن الباشمهندسة اللي اتبرعت بالمحطة، هي تكفلت بالمحطة كاملة، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، خدت بالك حضرتك، هي كانت طلبت من الأستاذ عبد العزيز إن يخلص لها في أقرب فرصة، فقال لها في خلال شهر، فهي المحطة اتنفذت في خلال 15 يوم. الله. فكانت طبعا كانت سعادة منها لها كبيرة جدا. طبعا. هي رفضت إن نقول اسمها، خدت بالك حضرتك، وأنا صراحة يمكن كلمتها وبدعو الله سبحانه وتعالى لها ولوالديها ولأخواتها ولكل الناس ولأولادها وكل اللي لها إن ربنا يتقبل منهم صالح الأعمال. وأما بنشوف عمل خير زي ده، كان هذا العمل معانا رئيس المدينة الدكتور صبري، وكان معانا الناس الموجودين رجال الأعمال والناس المحترمين، كله موجود في فرحة غير مسبوقة في الأماكن دي، لدرجة إن بعض المسؤولين اتصل بيا وبعض رجال الأعمال اتصل بيا قالوا ما تسيبوش الواحات، عايزينكم زي ما عملتوا الباويطي تعملوا في بقيه القرى، في منديشة وفي بقيه القرى اللي موجوده، لان الناس هناك يعني بيعانوا ان نسبه الحديد ونسبه العناصر الموجوده في الارض كبيره جدا. يعني الميه محتاجه هناك فعلا اعلى تقنيه، يعني ما ينفعلهمش مجرد حفر ابار. يا سعاده الباشا، حفر الابار ده للاستعمال الشخصي ويمكن لا يصلح، لكن هم احنا بننقي ميه علشان البير لو بيخدم عده اسر، خدت بالك حضرتك، فالمحطه بتاعه التحليه بتخدم الاف. احنا كانت المحطه بتاعه شبرابيل بتخدم اكتر من 30,000، زي ما قال العمده حتى يمكن 33,000، خدت بالك حضرتك، يعني معنى ان بتخدم 33,000، انت متخيل حضرتك لو كل واحد من 33,000 في اليوم شرب شربة ماء، شوف بقى اللي مساهم في المحطة دي ربنا هيديله أجر شكله إيه، خدت بالك حضرتك. طب أما تيجي هنا في محطة الباويطي وتلاقي كانت المحطة معمولة، إحنا قلنا هنعملها على أساس تطلع 15,000 لتر في اليوم، خدت بالك حضرتك، عشان تخدم حوالي 12,000 نسمة، فكان الفضل من ربنا إن هي إن يعملوها إنها تطلع 30,000 لتر في اليوم، يعني بفضل ربنا بالليزر بقى والتقنيه العاليه. ودي طبعا المحطه الثانيه بعد شبرابيل اللي احنا بنتمنى دايما، ودي يعني مبادره كبيره من مؤسسه نبض الحياه، وعلى فكره مفيش مؤسسه للان حاولت تعمل محطه تحليه، لان محطه التحليه بتكلف جدا، والمؤسسه بتبقى فيه مشقه عليها في انها تعمل محطه تحليه. فاحنا دايما بنقول ونناشد اهل الخير، بنقول لهم اتفرجوا وشوفوا الخير هيوصل لكام ألف نسمة. الناس دي انت لو شربت المية حضرتك، لو شفت المية وهي نازلة، يمكن لو تعرض تقرير الناس هيوصفوا لك المية كان شكلها ايه ودلوقتي بقى شكلها ايه. اكيد. عموما احنا لسه عندنا تقارير ولسه عندنا كلام كتير في نفس الملف ده، بس نستسمحك نطلع فاصل. اتفضل. ونرجع بعدين نكمل الكلام. اتفضل. أهلا بكم مرة تانية. خلوني أفكركم بأن لمؤسسة نبض الحياة 4 عناوين مختلفة، عنوان منهم هو عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة اللي هو في الدقي في القاهرة، وفي 3 عناوين تانيين. على فكرة ال4 عناوين هيظهروا خلال لحظات على الشاشة قدام كل حضراتكم، عشان اللي منكم حابب يروح هو شخصيا ويتواصل مع القائمين على المؤسسة يقدر يعمل ده بمنتهى البساطة، سواء كان من سكان هذه المحافظات أو أضعف الإيمان لو كان ساكن قريب منها بشكل أو بآخر. في عنوان منهم في اسكندرية، والتاني في طنطا، والتالت في المنصورة. ودي نقطة. النقطة الثانية، احنا لسه طبعا ما خلصناش كلامنا مع حضراتكم ولا مع فضيلة الشيخ محمد رضا حول هذا الملف، وهو واحد من الملفات المهمة جدا، واحدة من المبادرات المهمة جدا اللي بتنفذها مؤسسة نبض الحياة، محطات تحلية وتنقية المياه ومعالجتها. تابعوا معنا التقرير طبعا بعد إذنكم. متعودين ان احنا نتبادل التهاني دايما في المناسبات السعيده، والنهارده بفضل الله سبحانه وتعالى من ساعه ما وصلنا هنا من الصبح والناس عماله تهني بعض، عماله تتبادل التهاني والفرح والسعاده مع بعض. عارفين ليه؟ لان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في الباويطي عشان نفتتح محطه تنقيه وتحليه مياه الشرب. حضراتكم اكيد فاكرينها لما جينا صورناها وقلنا لحضراتكم الناس هنا بتستغيث بيكم، الناس هنا بتترجاكم، الميه مليانه حديد، الميه مليانه منجنيز، الميه مليانه كبريت. الناس الميه سببت لهم مش امراض في الكلى بس، سببت لهم امراض في الدم. الموضوع مش موضوع سقي ماء، الموضوع اكبر بكتير من سقي الماء. الموضوع إنك بتوفر لجيل من الأطفال حياة آمنة، حياة صحية أفضل، بتحمي جيل من إن هو يجيله أمراض تتعلق بالكلى. عرفت إن مؤسسة نبض الحياة النهاردة جيت هنا عملت إنجاز بطعم الإعجاز، لأنهم وصلوا مية نظيفة لإخواننا هنا في الباويطي، وأضف لذلك إن هنا هيوفروا لهم حياة صحية آمنة. حدث كبير لما محطة تحلية نشرف عليها ونقدمها ونبتغي بها الأجر عند ربنا تقدم 1350 جيركن سعة 20 لتر، ودي الخدمة اللي بتقدمها المحطة دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما لما بيختار حد بيكون ليه مكانه عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن حقيقي احنا جينا هنا من فترة وشفنا حال أهالينا وشفنا الفرحة في عينيهم لمجرد إن هم شافونا. تخيل الفرحة دي النهاردة اللي بقت موجودة على أرض الواقع في عيونهم اللي بتلمع، وشفايفهم اللي مرسومة عليها الضحكة، وتعبيرات وشهم اللي كلها بتقول شكرا ليكم يا نبض الحياة إن أنتوا جيتوا. هي دي العظمة اللي بتأسسها مؤسسة نبض الحياة في كل لحظة. ده الأثر الجميل، ده الأثر الطيب اللي مؤسسة نبض الحياة بتغرسه في كل مكان، وكل ده مش لوحدها، لأنكم دايما جنبها، انتوا دايما الداعمين، انتوا دايما المؤسسين، انتوا اللي بتقولوا لمؤسسة نبض الحياة روحوا لأهالينا في كل مكان وبشروهم وطمنوهم واجبروا بخاطرهم وقولوا لهم ان خير ربنا جاي. والكلام ده حصل بالفعل على أرض الواقع اهو. أنا بكلمكم منين؟ بكلمك من قرية الباويطي تبع مركز الواحات البحرية في محافظة الجيزة. النهارده مؤسسة نبض الحياة بتفتتح على أرض الواقع محطة معالجة وتنقية المياه لأهالينا هنا في الباويطي. المحطة هنا يا جماعة بتخدم قد إيه؟ بتخدم ما يقرب من 12,000 نسمة ويزيد. أنا يعني سعيد جدا بصفة شخصية، لأن أنا كنت حاضر الاستغاثات اللي حصلت قبل كده عشان المحطة دي تتعمل، فما الواحد يشوفها وقد اكتمل بنائها دي حاجة عظيمة جدا. هو أمال أنت حضرتك لما تشوف الفرحة، أنت شفت السيد رئيس المدينة الدكتور صبري وهو سعيد وأنا بجص الشريط، والدكتور نبيل اللي بيته قريب جدا من المحطة دي، اللي بيشرب بفخر وبعزة. بس التعليق هنا الشيخ الدكتور احمد السوقي وهو بيقول ايه؟ دي تخدم جيل باكمله، لا دي تخدم اجيال. صحيح. احنا من زرع زرعا او غرس غرسا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طير كان له به صدقة. أمال اللي يسقيه بقى طبعا يبقى بيعمل له إيه؟ طبعا. طيب إذا المرأة غفر الله لها بسقيها الكلب، صحيح. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الكبيرة من الكبائر بسقي كلب، صحيح، حيوان، ما بالك بمن يسقي إنسان؟ أنت لو شفت الفرحة في عيون الناس اللي هناك والفرحة اللي كانت عندنا احنا شخصيا، أكيد، لأن احنا كنا بننادي على الناس، أكيد. ونشكر الدكتورة الباشمهندسة ربنا يبارك لها وهي في من شارع المنيل، ربنا يكرمها يا رب وكل اللي نفسها فيه ربنا يحققوا لها ان شاء الله يا رب. يمكن كان في سعادة يعني عارمة من الجميع، وزي ما قلت لحضرتك انا كنت بقول لك هناك 12000 نسمة، كنا عاملين ان هو ينتج 15000 لتر على قد ال 12000، لا ربنا كرمنا وعملناه الانتاج بتاعه 30000. يعني احنا يعني كأن احنا عاملين حساب الزياده السكانيه او الوافدين من المحطات، لان المحطات القريبه منها مش بالكفاءه بتاعتها، فكل اللي هيلاقي ان المحطه دي ميتها كويسه هيجي يملى من عندنا. طبعا خدت حضرتك طبعا. ودي طبعا مصلحه بالظبط. وده دايما دأب مؤسسه نبض الحياه انها تبتكر وتقوم، ويمكن الاخلاص، اخلاص القائمين على هذا العمل، اخلاصهم بيوفقهم دايما لعمل الخير، وان ربنا يقيد لهم متبرعين يقول لك انا هعمل دي، انا يعني هتبرع في دي. خدت بال حضرتك؟ فاحنا دايما بنقول لاهل الخير، يمكن احنا عندنا الملف بتاع المياه، سواء كان توصيل مياه لبيت او حفر ابار لمجموعه بيوت او ارتوازيه، او حفر ابار امطار لبيتين او ثلاثه، خدت بال حضرتك؟ او اما جينا نطور في الابار الارتوازيه وعملنا الوصلات بقينا بنوصلها للبيوت، لا احنا قلنا احنا عايزين حاجه اكبر من كده. اذا كنت انا بعمل بيتين ثلاثه او شارع، لا انا عايز اعمل لاهل قريه كاملين. وده الحمد لله المستهدف بتاعنا اللي احنا دايما بالنادي ونقول يا جماعه يلا، لان ده لجميع الاجيال بعد كده ان شاء الله. احنا دايما بننشئ محطات من الصفر، وبنعمل يعني احلال وتجديد، وبنعمل صيانه، يعني كل حاجه ان شاء الله موجوده في نبض الحياه علشان يصل كوب ماء نظيف لاخواتنا اللي هم عايزين يشربوا. بالمناسبه يا شيخ رضا، المحطات التحليه بتتعمل على اساس حفر بير او اكتر، مش كده برضو؟ يعني الميه اللي بتتعالج في المحطه بتبقى جايه من بير بس بير على عمق معين. حلو. يعني معلش سامحني في سؤالي، قد يكون سؤال ساذج شويه، بس انا برضو عشان عايز اشوف الصوره بشكل كامل. هو البير ده ميته ما بتخلصش؟ شوف، يعني احنا بنتكلم على ان محطه بتقدم كوبايه الميه دي ل 30000 و40000 و20000 بني ادم يوميا. طب الميه دي ملهاش اخر. هجاوبك بناحيه علميه واجاوبك بناحيه ربانيه. اتفضل. هو المفروض ناخده الربانيه ونسيبه العلميه. طبعا مش عايزين العلميه، خلينا في الربانيه. العلميه ان دي فيه طبقات وممكن تخلص وممكن ما تخلص، الطبقه اللي بتاخد منها الميه. طيب والربانيه بقى؟ الربانيه بقى اذا كان هناك اناس يريدون أن يوصلوا ماء نظيفا لإخوانهم ولذويهم، اللي هم يعني الباشمهندسة اللي اتبرعت لا راحت هناك ولا شافت الناس ولا تعرف حد هناك، والناس اللي هناك ما يعرفوش الباشمهندسة اسمها إيه ولا عملت إيه ولا خلي بال حضرتك. طبعا. طيب أما يكون العمل بهذا الإحسان وبهذه الصفة من التقوى، من تقوى الله سبحانه وتعالى، أينتهي ماء هذا البئر والذي يمده بالماء هو الله؟ أنا سحبت السؤال يا شيخ رضا. يا ريت كنت استنيت منك الرد العلمي، أنا سحبت السؤال. فاحنا أنا دايما أقول دايما احنا مع الله، مع الله، من كان مع الله كان الله معه. صحيح. من كان مع الله كان الله معه. وبعدين ربنا يقول إيه؟ إن الله لمع المحسنين، إن الله يحب المحسنين، يعني ربنا معاهم وبيحبهم. والمحسن ده اللي عمل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى يبتغي به وجه الله، هو لا شاف الناس ولا الناس شافوه، ولكن هو عمله ايه؟ حبا في الله، تقربا الى الله سبحانه وتعالى. ودي من اعلى درجات الاحسان التي يفعلها الانسان لله سبحانه وتعالى. فاذا كان الانسان محسنا لانسان مثله، ده لو محسن لحيوان ربنا هيغفر له. طيب اما يبقى محسن لانسان، هل ينتهي الخير من عند الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ امنت بالله امنت بالله. خلونا بقى نشوف اخر تقرير في هذا الملف، اتفضل. ودايما زي ما بنسمع من ابائنا الكبار زي سيدي الشيخ محمد رضا عبد العزيز بيقولوا ادي العيش لخبازينه لخبازينه. ومين معانا بقى من خبازينه النهارده؟ الباشمهندس هشام. الباشمهندس هشام. الباشمهندس هشام النهارده جايين مع بعض علشان خاطر نشوف مع بعض محطه التنقيه والتحليه اللي موجوده هنا في مشله في كفر الزيات في محافظه الغربيه، وهو يقدر يكلمنا عنها. السبب الرئيسي من تلف المعدات هنا والاجزاء بتاع الوحده قله الصيانه، يعني المحطه هنا حسب كلام الناس بقى لها 11-12 سنه ما اتصيانتش غير يمكن غير مره. طبعا ده ادى الى ان تلف جميع اجزاء الوحده، حتى احنا كنا بنفكر ان احنا نقلل التكلفه شويه بحيث ان احنا نوصل الوحده المحطه بتاعت شبرابيل، لكن لازم نجيب معدات ما باليد حيل ما باليد حيل. طب يا جماعه يعني دلوقتي احنا شفنا الحال على ارض الواقع وزي ما بيقولوا كده حالك مبينه. طب حال الناس هنا اهوت منتظرين دعم حضراتكم معانا. طب يا باشمهندس لو ان شاء الله حد اتصل دلوقتي على 15740 وانا متكفل بالمحطه دي سلمها لنا امتى؟ في اقرب وقت، في اقرب وقت، يعني ممكن 15 يوم المحطه تكون شغاله والناس بتشرب منها بالفعل. الله اكبر، 15 يوم بفضل الله عز وجل والناس تكون بتشرب ميه جميله جدا طلع لهم بفضل الله عز وجل من كل مرض بتقيهم ومن كل عطش بترويهم. منتظرين دعم حضراتكم معانا، منتظرين اتصالك على 15740 ان شاء الله، وهتتاخر لان الخير لو انت ما عملتوش غيرك هيعمله وانت اللي خسران، واجعل لغيرك نصيب في خير. صحيح، يعني بامر الله الخير هيتعمل هيتعمل، بس مين بقى اللي يعمله؟ اللي ربنا موفقه. ايوه، اللي ربنا راضي عليه. طيب اللي ربنا هيوفقهم ان شاء الله وحابين يتبرعوا، عايزين بس نعرف الناس التفاصيل. يعني احنا دايما بنتكلم في كل المبادرات عن التكلفه، في حاله وصلات المياه احنا عارفين ان تكلفتها حوالي 5000 جنيه في المتوسط، حفر الابار بشكلها المختلفين بشكلين يعني مختلفين اللي هو ابار تجميعيه او ارتوازيه بيبقى 25000. هل ممكن تبقى الناس بتتردد شويه في حاله الرغبه في التبرع لمحطات المعالجه لان هم عارفين كويس قوي ان التكلفه مختلفه جدا وعاليه جدا، فممكن يستقلوا المبلغ اللي معاهم؟ لا 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 لا، ما احنا لا نستقل. وبعدين انا بشكر برضو الباشمهندس السمير، رجل يعني كان مهندس في شركه الكهرباء ومن اهل القريه، اتبرع ب 10000 جنيه ربنا يبارك له وربنا يبارك له. ويمكن اهل القريه دي من الناس الطيبين الكويسين جدا، ودايما بنقول لهم ان شاء الله احنا في القريب العاجل. احنا عرضنا المحطه من زمان، يعني الباشمهندس قال اسلمها في 15 يوم، لكن التبرعات كانت قليله جدا، فاحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا قدر امكاننا ان احنا ننجز في عمل هذه المحطه باذن الله سبحانه وتعالى. وبنقول لكل واحد لا يستقل التبرع بتاعه، واما تحب تعمل تبرع احنا بنقول المحطه دي بتخدم اكتر من 20000 نسمه، فيعني يمكن ما تستجلش. انت عد ال 200 جنيه ال 500 جنيه ال 1000 جنيه اللي انت هتدفعهم هيشرب بيهم كام واحد في اليوم؟ طبعا يبقى انت خدت اجر ايه؟ يعني لا تستقل. واحنا عندنا المكاتب البريد، اروح على مكتب البريد على طول من غير ما اطلب 15740 واقوم حاطط 50 100 200 500 الف، اي رقم اقدر عليه احطه للمحطه، بقول ده لمحطات التحليه بيوصل ان شاء الله. هو بيتكتب كده بالمناسبه، يعني لو انا مثلا رحت لاي فرع من فروع البنوك اللي بتتعاملوا معاهم، هل بقول لهم بس مثلا عايز احط مثلا 500 جنيه دي للمؤسسه، ولا بيبقى في بند انا عايز احطهم في ايه تحديدا؟ لمؤسسه نبض الحياه ومحطات التحليه لو هو عايز يسمي. أيوة، هم بيكتبوا له حتى كده، وبيوصلونا الكلام ده في الحساب بتاع محطات التحليل. فاحنا طبعا دايما بقول يعني اجعل زي ما الدكتور مصطفى قال، اجعل لغيرك نصيب في خيرك. نصيب في خيرك، صحيح. نصيب في خيرك، الخير ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ايوه، اللي هو الشكر النعمة. طبعا اجعل لغيرك نصيب في خيرك. النصيب والغير في الخير اللي ربنا اداه لي هو أن أنفق منه في سبيل الله، وأفضل الصدقات سقي الماء، طبعا. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مش سيدنا ابن عباس رضي الله عنه حين ماتت أمه قال له يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ نعم تصدق، ما أفضل الصدقات يا رسول الله؟ قال سقي الماء. وبعدين أنت ما بتسقي ماء مش حفرت بير، لا، مش عملت وصلة مية، لا، ده أنت نقيت المية اللي طالعة من البير. طبعا. وإذا كان البير اللي هو اتعمل للأفراد بير صغير 2 بوصه ولا بوصه ونص، ده بيبقى مش عارف 8 بوصه ولا، يعني عشان يطلع كميه كبيره للمحطه تنقيها وتكون صالحه للشرب لكل الناس. انتوا عندكم قائمه انتظار حاليا، قائمه انتظار كبيره. احنا يعني احنا عايزين ان شاء الله يعني ننزل بني سويف، ننزل الفيوم، ننزل المنيا، ونقيم محطات، بدل ما بنعمل في بلد كم بير ارتوازي بس، لا احنا بنعمل البير الارتوازي للاستعمال اليومي، ونعمل محطة تحلية للشرب مياه نقية. وده شيء جميل وبيسعد. انت يا شوف يا استاذ كريم، لو شفت سعادة الناس بمحطة التحلية لا تتخيل سعادتهم شكلها ايه. فطبعا يمكن اي واحد فينا حضرتك لو انا جاي اشرب من المياه اللي موجودة في المج ده دلوقتي، ايوه، هسأل دي ميه فلترة ولا لا، او يكون معايا زجاجة ميه معدنية. طب انت تعرف حضرتك ان بعض شركات المياه المعدنية جم عشان يتعاقدوا معانا، عرفت ده، عايزين يملوا ميه من عندنا لجودة لنقاء المياه والجودة بتاعة المياه اللي عندنا. حاجة عظيمة، خدت بال حضرتك، حاجة عظيمة. فانت متخيل حضرتك بقى اذا كان دي انا ما رضاش اشرب الا ميه معدنية، يعني ما تجيش على اي حنفية واملى منها، حتى لو الميه حلوة هقول لك ايه ده، ممكن المواسير تكون ملوثة، ممكن المياه، يعني انت متخيل. خلاص احنا بقى عندنا فيه ثقافة الشرب، أيوة، اللي كانت موجودة في المدينة بس، أو عند الناس اللي هم بيمتلكوا مال بس، أو عند الناس اللي هم يقدروا يشتروا زجاجة مية معدنية. دي بقت ثقافة موجودة عند الكل، عند الغني والفقير، وكله عايز، بس من يقدر أن يأتي بفلتر، والفلتر مكلف، حتى لو فلتر بيت. لو في مجموعة من الناس قدرت، اللي هم القادرين، إن هم يجيبوا فلاتر للبيوت، طب الناس الغير القادرين هيعملوا فلتر منين؟ صحيح، خدت بال حضرتك، والعمليه مكلفه. فانا دايما بناشد اهل الخير، اقول لهم اجعل لغيرك نصيب في خيرك، علشان ده اداء شكر نعمه الله سبحانه وتعالى اللي احنا كنا بنتكلم عنه في اول حلقه ان شاء الله. بالظبط كده. طيب احنا لسه هنتكلم عن اشكال تانية لشكر النعم يا حضرات، وتحديدا واحده من اهم المبادرات اللي بتقوم بيها مؤسسه نبض الحياه، مبادره من شانها ان تتكئ عليها عند اللزوم بقية اننا رجعنا من الفاصل. يبقى افكر حضراتكم بعناوين مؤسسه نبض الحياه اللي هتظهر خلال لحظات قدام حضراتكم على الشاشه. 4 عناوين مفصله، عنوان منهم للمقر الرئيس للمؤسسه وهو في منطقه الدقي في القاهره، والثلاث عناوين الثانيه هي الاسكندريه وطنطا والمنصوره. احنا قلنا مع نهايه اللينك اللي فات ان احنا هنفتح في اللينك ده ملف في منتهى الاهميه، اللي هو وقف النخيل، واحده من اهم المبادرات اللي بتقدمها مؤسسه نبض الحياه. انا شخصيا دايما بسميها دره التاج، لمليون سبب ولمليون اعتبار. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع بقى نعرفكم التفاصيل. اتفضل. بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. فرحه كبيره واحنا بنجلم المرحله الاولى بتاع وقف النخيل، علشان تشوفوا الفرحه قد ايه، والنجاح اللي ربنا سبحانه وتعالى حققه لنا، ورعايه ربنا لهذا الوقف قد ايه. دلوقتي بيجلموا النخل علشان النخله تجوى، وعلشان تكون كويسه، علشان هيبدا بعد كده تلقيح. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة ورعاية ربنا لهذا الوقف الذي أنفقتم أموالكم من أجله، ربنا سبحانه وتعالى يرعاه. وزي ما انتم شايفين احنا على طول في مزرعة وقف النخيل، فيه رعاية، فيه مهندسين، فيه خبراء، فيه عاملين، كل يوم فيه شغل في مزرعة وقف النخيل. هنيئا لكم بما فعلتم، اللهم تقبل من الجميع، اللهم اغفر لموتاهم واشف مرضاهم واهد أبناءهم ونجح مقاصدهم يا رب العالمين، واجعل هذا العمل في موازين حسناتهم في الدنيا وفي الآخرة. من سنة وثمان شهور بالظبط المكان ده كان صحراء، كل أملنا إن إحنا نعمره بوقف النخيل. وقفنا في الشاشات وأعلنا ده وقلنا يا جماعة ساعدونا في وقف النخيل، كان أول وقف نخيل موجود في مصر ومن نوع جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. جه أهل الخير ومنهم فاعل الخير زي اللي معانا ده بالظبط، حفرنا وجهزنا وكل واحد جه حط البذرة بتاعته والفسيلة بتاعته بإيده، حطاها وحط معاها أمنيته وأحلامه. واحد كان حلمه إن دي لما تكبر تنور له قبره وتدر الربح وحسنات عليه في قبره، وحد تاني كان كل أمله إنها تشفي مريضه، وحد تاني كان في زن أملية ونفسه ربنا يفرج عنه، وواحدة تانية نفسها بنتها تتجوز، وواحدة تانية نفسها تخلف، وواحد تاني نفسه ربنا يرجع له ابنه اللي غايب. كل واحد حط أمنيته وحط عليها التراب وأمله في ربنا. النهاردة بعد سنة وثمان شهور كبرت الفسيلة اللي ما كانتش باينة بعينينا وبقت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. في ناس لما شافوه ندموا إن هم ما كانوش معانا من أول مرحلة، وعشان الندم ده ما يفضلش كتير ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ومن علينا زي قبل كده وأخدنا 8000 فدان. النهاردة بدعي لكل واحد ما كانش معانا من سنة وثمان شهور يكون معانا من أول فسيلة هنزرعها في 8000 فدان عشان يحط أمنيته. والله سبحانه وتعالى كريم لا يخيب رجاء أحد ولا يضيع من أحسن الظن فيه. يا ترى أنت معانا في 8000 فدان، بس جاهز من دلوقتي أمنيتك ونفسك تحط الفسيلة بتاعتك وتحط جواها إيه؟ مستنيينكم في 8000 فدان إن شاء الله بإذن الله تعالى، فأقرب وقت هتلاقينا شغالين في 8000 فدان ومنتظرينكم. تجدر الإشارة يا حضرات إن فضيلة الشيخ محمد رضا وبقية المشايخ الأفاضل في المؤسسة ما بيروحوش بقى المكان ده بس في مواسم الزراعة، لا ده كمان بيروحوا مواسم الزراعة بالمناسبة بتبقى في شهر 3 و4 وشهر 9 و10 لو أنا مش غلطان صح كده، بس برضه بيبقى لهم زيارات دورية للمتابعة. آخرهم كانت من حوالي إيه 10 أيام شفتوا إيه بقى؟ إحنا ما شفناهوش يا شيخ رضا في التقرير. ما هو كان مع الأهودي كانت مرتبطة بالملف الأولاني. رحنا يوم الأربعاء وقف النخيل وشوفنا حضرنا تجليم النخل اللي هي المرحله الاولى، اللي انا بقى اهني كل حد حط في المرحله الاولى او الثانيه او الثالثه، بقول له الف مبروك. ويمكن الحاجه فاطمه اللي من ناقص البحر كانت معانا في المرحله الاولى ومعانا في المراحل الثانيه، وهتبقى بتقول لي امتى هيكون ال 8000 فدان عشان انا معاكم فيهم، وبعمل نخلتين واحدة بالتقسيط وواحدة هعملها عشان ربنا يسامح الناس اللي هم يعني مش راضيين يسامحوا غيرهم. خدت حضرتك؟ يا علفة احنا عندنا اشكال والوان لا تتخيلها. خدت حضرتك؟ فكان تاني يوم بقى اللي هو يوم الخميس، الكلام ده كان يوم الاربعاء. يوم الخميس رحنا افتتحنا محطة التحلية اللي احنا كنا بنعرضها بتاع الباويطي. ايوه خدت حضرتك؟ فكان فرحة يوم الاربعاء وفرحة يوم الخميس، وكنا طبعا قبلها بيوم رايحين مسافرين عشان نصبح نقدر نحضر اليوم من اوله اللي هو يوم الاربعاء. فطبعا كانت يعني مشقة وتعب بيعقبها فرح، زي بالظبط كده حضرتك لما تكون في المناسك بتاع الحج وبعدين او في مناسك العمرة تعمل طواف وتعمل سعي ومش عارف طبعا. ايه وتبقى رجل الواحد ورمت ومش قادر طبعا. بس ساعه ما يخلص يفرح طبعا. خدت حضرتك؟ احنا طبعا. كان الفرحه دي كانت موجوده عندنا بشكل لا تتخيله. انا بشوف الفرحه دي بقى يا شيخ رضا في كل التقارير اللي بيبقى فيها بقى الناس المتبرعين هو مواسم الزراعه، بلاقي الاتوبيسات الابواب بتاعتها بتتفتح وبينزل بعيدا عن الاطفال والشباب. انا دايما بركز مع كبار السن، كبار السن دول قاطعين لهم 14 15 ساعه في الاتوبيس، يعني المفروض ان هم يكونوا نازلين بيتهاووا واحد ورا التاني، لكن ينزلوا الاقيهم بسم الله ما شاء الله يعني ايه يعني بينتشروا في المكان، ما بيرضوش يرتاحوا الاول. ايه ده؟ ما بيرضوش يرتاحوا، يقول لك لا ودينا نزرعه. ودايما بينزلوا من الاتوبيس نازله لبيك اللهم لبيك. انت عارف حضرتك، انت لو شفت الكم والعدد اللي بيتصل بيا عشان يلحق في ال 8000 فدان، كانوا فاكرين ان هنأخر شويه، لا احنا اللي يقدر، اللي مش هيقدر يلحق ال 250 فدان الاولانيين دول يبقى هيبقى ليه نصيب في التانيين. وامتى ان شاء الله؟ هيبقى بعد رمضان، ورمضان هينتهي في لان موسم الزراعه جاي في شهر 3 يعني في اول رمضان هينتهي في في في, في اخر بعد العيد في اخر 4 ان شاء الله هيبقى في اجازه بقى، اجازه العيد. بعد اجازه العيد مباشره هنروح نزرع في ال 8000، المرحله الاولى في ال 8000 اللي هي السادسه. لو انتوا هتكونوا لحقتوا خلصتوا تظبيط وتجهيز ان شاء الله، ان شاء الله هيبدا في شهر 2 حفر الابار ومحطات والطاقه الشمسيه ده معدل انجاز عالي ما شاء الله جدا. ما خلاص بص يا بيه، احنا دي هي البركه لما بتحل للدرجه دي الامور بتتيسر، بركه وتوفيق وخبره اكيد. خدت مع حضرتك، لان احنا كل الناس اللي معانا ما شاء الله عليهم ربنا موفق الجميع، وما توفيقي إلا بالله. هو دي من ضمن نعم الله علينا اللي احنا بنأدي شكرها دايما ونقوله نحمدك ونشكر فضلك يا رب. على ذكر الخبرة شيخ رضا، بسم الله ما شاء الله نقدر نقول دلوقتي إن مؤسسة نبض الحياة وبالذات في الملف ده بتاع وقف النخيل أصبحت بيت خبرة بدليل حاجات كتير، بس من ضمنها ومن أهمها كمان، ودي كانت خطوة حلوة جدا الحقيقة من المؤسسة، فكرة إن أنتوا كمان فتحتوا الباب للمؤسسات الأخرى ان هي تساهم معاكم وتشارك معاكم ويبقى لهم برضه نصيب في الخير ده. شوف يا حضرتك، احنا مين اللي خلقنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. واللي يخلق حاجه يحبها، ولما يحب اللي خلقه يديله اللي بيحبه. طبعا. احنا بنحبه الخير. مؤسسه نبض الحياه بكل اللي عاملين فيها بتحب الخير. عمرنا لا هنسعى لان حد نكون احسن من حد، ولكن احنا عايزين كل الناس تشترك معانا في الخير. بدل ما الناس تحارب بعضها وتخلق شرور، طب ما تخلق خير يا اخي عشان ربنا يديك خير. يعني انتوا عديتوا مرحله بقى تبرعات الافراد او لا. مساهمات الافراد لا. او مشاركات الافراد. احنا الافراد موجودين طبعا، والمؤسسات والجمعيات موجودين، بس ده ايه وده ايه. الافراد بيعمل لنفسه وقف طبعا، خدت بالك حضرتك؟ أيوه. وقف ليه؟ لله. أيوه. طيب المؤسسه بتنشئ وقف خيري لها علشان تستعين بما يخرج منه على اداء الواجبات اللي عليها. افرض جه في يوم ما جالهمش تبرعات طبعا يقفوا عن الانشطه اللي هم بيعملوها، وده ما هو ده اللي مخلي الملف ده في منتهى الاهميه. دايما بتكلم على النقطه دي، فعشان كده احنا فتحنا الباب للكل، بنقوله للجميع احنا موجودين وبنساعد الكل وفاتحين اذرعنا لكل الناس اللي عايزين يبادروا بالخير. واحنا ما بنمشيش غير بامر الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيسيرنا طبعا، وهو اللي بيوفقنا، وهو اللي بيرعلنا الوقف بتاعنا، وليس لنا فضل ولكن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. ودايما احنا ما بنبصش ورانا، اللي عايز يحارب او يتكلم بكلمه في حق مؤسسه نبض الحياه يقول اللي انت عايزه، ولكن احنا بنقول الواقع والعمل على أرض الواقع هو ده الشاهد الحقيقي اللي الناس سفراء مؤسسة نبض الحياة والمتبرعين لمؤسسة نبض الحياة بيعيشوه دايما وبينجلوه. أنا لا تتخيل بيقابلني ناس يقولوا إحنا هتروح تزرعوا إمتى؟ ناس لسه ما ساموش معانا قبل كده، ومتلهفين على يوم الزراعة، ومتلهفين على إن هم يتصلوا بينا. ويعني أنت متخيل فيه واحدة اسم كل واحد ليه من اسمه نصيب، اسمها إحسان، عايزة تعمل كام نخلة لأبوها وأمها وأخوها اللي ميت وليها أنت متخيل. وديت بنت ما تزوجتش، كانت جايمة على يعني خدمة أمها، لما أمها ماتت اتوجهت لإيه؟ تقول كل اللي يجيلي هعمله في الخير. خدت بالك حضرتك؟ فإحنا عايزين دايما أهل الخير يكونوا موجودين معانا، إحنا موجودين بننفذ لهم رغبتهم وبنحقق لهم أملهم اللي هو القرب من الله أو تحقيق شكر الله على نعمه التي أعطاهم إياها. ومن أكبر أنواع الشكر ومن أكبر النعم على الإنسان أنه إذا أعطي الإنسان نعمة شكر الله عليه. فإحنا من أفضل النعم إن إحنا نشكر ربنا. أما تلاقي حد على قد حاله وعايز يشكر ربنا بإن هو يعمل وقف لله، يعني أمال ما يسور الحال بقى يعمل طبعًا. إيه طبعًا. فإحنا طبعا بندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يطرد من بيننا الشرور والشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن. ودائما أقول نحن مع الله سبحانه وتعالى، ويا رب من أراد بنا سوءا اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. وبندعو للجميع بالهداية والتوفيق، ربنا يهدي الجميع ونكون كلنا إيد واحدة في أن نساعد إخوتنا ونشكر الله على النعم اللي هو ادهلنا واستعملنا فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى كونه أن يستعملك في أي نعمة من النعم فده توفيق من ربنا طبعاً. يستحق الشكر ودلالة على الرضا، مش كده برضه؟ طبعا دلالة على رضا ربنا سبحانه وتعالى. يعني البرامج ما هي ما حضرتك، كون أن ربنا وفقك وتكون في البرنامج ده أدلوا على الخير كفاعله، كل كلمة بتقولها ربنا بيجعل لك أجر عليها. واحنا دايما بنقول عايزين نشكر ربنا كلنا ونكون ايد واحده. سيبكم من الخلافات وسيبكم من الحسد اللي احنا كنا بنقول عليه أيوه. المذموم أيوه. خليه حسد، يعني حسد حسن ايوه، يعني خليه حسد كده يكون فيه شكر لله سبحانه وتعالى. محمود الحسد المحمود ان هو انت بتتمنى ان انت تكون زي الناس دي وما تتمناش للناس دي زوال النعمه. صحيح، عشان جميل. ربنا يكرمك ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. انا بشكر فضيلتك جزيل الشكر، دايما بنسعد وبنتبارك بوجودك معانا. شكرا لحضرتك، واكيد بشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء. اشوفكم على خير.